السلام عليكم. من الامور اللي بتحاول تتغير فيها وتبقى صعبة عليك ومش قادر ان انت تتغير فيها ومش عارف تحققها، ان انت محتاج يكون عندك ارادة. الارادة هي اللي تخليك توصل لتحقيق اهدافك وتوصل لخليك تحقق اي حلم انت عايز توصل له مهما كان ايه هو. انت ممكن تكون درست دراسة معينة وسمعت مثلا فيديوهات كتير وقريت على حاجات كتير وفاهم ازاي تعمل الموضوع، لكن ما عندكش الارادة. هو السر كله بيبقى هنا في الارادة. لو عندك ارادة هتخليك تتحرك. الارادة دي هي اللي هتخليك توصل للهدف اللي انت عايز توصل له، هتخليك تحقق الاحلام اللي انت عايز تحققها، هتخليك تبقى انت شايف ان قدامك هدف معين وعايز توصل له. طب الارادة دي اجيبها ازاي؟ ازاي يبقى عندي ارادة زي الناس اللي بتوصل لتحقيق هدفها؟ لازم الهدف بتاعك تربطه بحاجة تكون انت بتحبها. وعلى سبيل المثال هختار الرياضة. انت مثلا عايز تخس بس انت ما بتحبش الرياضة. طيب انت عايز تخس ليه؟ طب لو خسيت هتوصل لإيه؟ ولو خسيت وصلت الهدف اللي انت عايزه هتحس بإيه؟ وبعدين لما توصل للهدف دوت الناس اللي حواليك هيشوفوك ازاي؟ ولو كان هم بالنسبة لك مهمين هيقولوا لك ايه؟ الحاجات دي كلها لما تبدأ تستشعرها وتعيش فيها تعرف ان الرياضة دي مهمة. ممكن مثلا حاجة معينة في الرياضة انت بتحبش تعملها، زي مثلا واحد عايز يروح يلعب حديد وما بيحبش الحديد، عايز يخس ما بيحبش يلعب حديد. مش لازم تلعب حديد بعينه، ممكن تجري، ممكن مثلا تلعب تركب مثلا عجلة، ممكن تعمل اي حاجة واسمها برضو في النهاية رياضة. فانت خلي عندك ارادة، لان الارادة دي هي اللي هتغير لك حياتك بالكامل. الارادة هي اللي هتخليك تاخدك من مستوى لمستوى اعلى. لكن المشكلة ان في ناس بتفضل واقفة بدايرة وما بتطلعش برة الدايرة. ولما تيجي تسأله انت ما طلعتش برة الدايرة دي يقولك مش عارف. هو انت مش عارف عشان ما عندكش الارادة. فركز على تحقيق هدفك وهتوصل لتحقيق هدفك ايا كان ايه هو. شوف انت مثلا الشخص اللي انت عايز تبقى مكانه، او الناس اللي انت شايف ان هم وصلوا لمكانة عالية في المجتمع. الناس دي بدأت ازاي؟ مستحيل يكونوا هم بدأوا من فوق على طول، اكيد بدأوا من تحت، خدوا السلم خطوة خطوة وفي الاخر وصلوا لتحقيق هدفهم. فانت ممكن تعمل كده، مش صعب ان انت تعمل حاجة زي كده. ركز على موضوع الارادة وحاول تلاقي الحاجة اللي تديك لك الحافز واللي توصلك للحلم اللي انت عايز توصله وتخليك تحقق هدفك. لو عندك مشكلة في الموضوع ده وتشوف حد يساعدك، حد يكون بره الدايرة اللي انت عايش فيها ويقدر يشوف اللي انت مش شايفه. لان اوقات كتير قوي بتبقى انت مثلا بتدور على شيء معين وانت مش شايفه. في ناس ممكن تلفت نظرك بكلمة بسيطة او مثلا بمثال معين وفي الاخر تقول تصدق عندك حق، صح الكلام اللي انت بتقوله. فمش صعب، الارادة هو السر. سلام.